بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خشكو برايت رزدار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هي خديم جهشتن يبو بيشكش كرنا خلاك كاديش برنامج باوري أمي بيش خديت كن باوري ما مكم بكتن مل سربي باوري بهيلة ساخ ما بمرينة السربي باوري حشر ملجل أهل باورية بيت كرني سركيشة همية پیغمبر خدي صلاة خدي سربن ورب العالمين در يسبي مبتن ديوان أخوا وخلاتش همية مصدر برسق مبكتن رازبين ويا مبكتن بحشتا خدا هر وصامي بيش رب العالمين كيشباني بي بلند أو جيانا ما الدنيا دا نخوش جراكة نعمة وملاتي ما وبصرمانة ومروفاتي همية أم بردوام من بحثي كتابة إيمان مروي بكتابة رب العالمين هبت أبد بو بيغمبرا هنارت الصلاة خد السربن إجبلي قرآني أو جي كتابة خدينا ورب العالمين تنارتين بس فرقة كما ظنيتنا بين وانا يوم وان كتابة ده هي يتهينج هنارتين ويت فيغاوي چنكي فيغاوي دستكارية تدهاتي كرني وكي رب العالمين ات قرآن داد بيجتن جبر هنديك وأم يعني سحكين وان كتاب چی تغییرات و چی گهورین هات نتیدا و کی جرادی تره و بحث کری کو گلک اهل الكتابة هند تشتت کرین تیدا او تشت بری هنگ تیدا نبین و کی عیسی پیغمبر صلوات خود سربن پیغمبر خودیه افرو که هند کاکری اله و کی عزیر پیغمبر کش پیغمبر صلوات خود سربن رب العالمین یعنی دیدای پیغمبر و هند کا و کی جهیا و کی بیجن یا گوتی حاشا کره خودیه قرآن هات اف عقائدتها اف هزرو بيرتك يعني صافي كرن درس كرن قلت افت خلت نهر بيغمبرك هاتي يا قلت بيجن خلق لا اله الا الله محمد لا اله الا الله واو بيغمبر هنجي رسول خدية الفيري يا چو شكت دانا كو كتاب سري عردي افروك هابتا ام بشن بيجن كتاب خدية غير قرآن زيدتري چو الدينينن بوچی چونکی گلک دلایلی سر هنده هین که اف کتاب گلک و گاوی بشت پانیم فلان دینجی کتاب خواهی هی پیغمبر خواهی هی ما چه فرقه های که سر کتاب خوابتن نخی رب العالمینی اش وقت آدم پیغمبر حتی پیغمبر ما همی دین یتنارتین و کتاب یتنارتین ات بیرو باورا دا ایکن ات توحید رب العالمینی دا ایکن عبدین یا رب العالمینی الوهیتاوی دا همی ایکن ات مسائل اخلاقی دا حاشا درو هميش وقت آدم پیغمبر یاد رز ضرر ناچه بتن و جریمه یا حتی وگاوه هر وصا ریبا هر وصا یعنی گلک معاملات دیتره اف کتابت بری قرآن هاتین بوچی رب العالمین یعنی گوتل دیف نچن نسخت وان یت اصلی یت هاتین هنگی خودی بو هنارتی یت هاتین بدل کرنه و اوان دست خلکی دامای اوان چنه اوان ترجمه ویه يعني تفسيرات توينه وأفاجي يعني هند تشتيت وكتبين شو انت نافدا أما قرآن أما كان بجنبوش قرآن قرآن ياهاتي بارستني قرآن ياهاتي بارستني اب سورة تويفة اب آيات تويفة وكلمات توي وحتى حركات توي حركة فتحة كسرة السر حرفي البني حرفي أبدا نهاتا قهوريني وصل صلوات خود السربن و پیغمبر جنسا نشه صحابی ادا و اجازه یا پی جبرائیل یا نشه پیغمبر ادا صلوات خود السربن همی پیغمبر یا نشه صحابیت خدای همی اوان صحابی اوت همیش پیغمبر ورگیتی وانا همی یا نشه تابعی ادا وان تابعی جی اوش صحابی ورگیتی همی یا نشه یدیف خدای و حتی وگاوی حتى في قبيجي إجازة وردمش إجازة قرآن تشيه معناوي أبي مروفي قرآن يشئكي ورقرتي همي سورة الفاتحة وحتى سورة النص يشئكي ورقرتي أبي مروفي تماما يشيدي ورقرتي حتى جهشتي پیغمبري صلاة خود السربن إجبار هندت بجن إجازة في قبيجي نابجن إجازة إيك الجاد داف يلا مروفا بخينتن نابجن إجازة وإنما دبشت أبا مروفاكا أبي قرآن كامل يجدف إيكي ورقتي إجازة يهي أو جدوي قرآن كامل نشاء إيكي ديتن أو جد إجازة بها بيت إجازة چيه؟ معناوي أفانا بكامل إيكيش إيكي حتى تجهن پیغمبر خودي
آخفتنت مروفا وتشت داخلي قرآن نبينا هما وكي خيا حتى بيغمبري صلافة خد السربن السي صالة أولي دا هندك صحابية آخفتنت بيغمبري جت نفسي كبت بيغمبري ياهو قوتي بخط نفسي إنا هندك أجاب دا بيغمبري صلافة خد السربن قوتي يا رسول الله آخفتنت تيت نفسيني پیغمبری چی گفت صلوات خود سربن گوتیش غیری قرآنی و چن نویسی بد جبن جبلی قرآنی چت تشتهات بد نویسینی حدیث پیغمبری بد و تفسیر او کر بد و بخا معنا ک براخ و شکر بد جبلی قرآنی چت تشتا چنا بد تیم بنویس سی سالت اولی قرآن هو صیاحت نویسینی بو چی دا اخفتنت حدیث پیغمبری تیکلی قرآن نبن دا آخفتن الصحابيه اي كي بخواه برغبا نويسي معناه كلمه اي كي تفسير كري بخواه آن بخواه اشارة اي داي دا داخل نبن دا او بتن اوا خده بو جبرائيلي داي جبرائيلي جبرائيلي بو پیغمبره ايناي چو آخفتن ديتره تفسيره آن سيرتا پیغمبره آن هندك معاني فقهي معاني تدابن آن بخواه اي كي حكمه كي فقهي اينا بدره او همي پیغمبره نهلان شت اشتاب نفسن حتى سيصل تمام بين زان وكي قرآن نفسينا قرآن جداش نفسينا دي شت اشتكلي ونذكرن أخفتنا خدي ديارة وأشكرها اتقلك تشتادا وقافي اگر ايك امسحكين اعجازة قرآن بل كي قلك تيناجهن بشت اس شت اللغات تيناجهن كا شا عجبي تيدانا آن مسائلة علمي كا شا تيدانا آن يعني مسائل التاريخي أزمان تشتا هميا نزانا متشتاكي دفيت أسمرو وكي أمي ما نظام ناوي خواب نفسم بو متشتاكي بين اندري إجوي قرآني كو أفا نوكي آخفتنا شو بشرية أفا إك بو همي كسي أفا أجر في قوي إك بو مروفي چند صحبتك أخواش جروكا كي سرهاتيا كي بيجتن معناه تشتاكي بيجتن چند يا غريب بتل دف مروفي قلق خواش بتن جارا ایکی اگر بو مروی هات گوتنی دی گلک خواج بتن اگر بی جارا دوی دی خوششاوی کم تر لئیت جارا سیه و چاره اگر بو مروی بید گوتنی پشتی مروی زانی او جارا که دو مروی اسی چار جارا که خواندی ایدی خلاص مروی تحمل هندی نا که جارا که دیف آخفتنه بو مروی دوباره بتن ورا سحک قرآنی اش بین سالیه بسرمان دو سالیه سی سالیه صحا هبين مروف 4 سال يا قران اجبر كلي وختيم انسان ازمانه كفتن ديبابه تويد بسرمان تن في قران نشادن شن نشادن همي قران نشانادن اولدي الحمد نشادن دان في جابي بكت قل هو الله دا بخسر بخين سوره تكرت اف مروفش بين صالية و 7 صالية وحتى 10 صالية ديبابه تويد علمين شتشتي علمين القران علمين النفيجا نفيجا چطي قلتن هفدا اتروجه دا هفدا جارا سورة فاتحة دا تتخوندني شكو ما بينش نفيجتين هفدا ركاعت التيدا اجبلي السنة اذن اف قرآنا اش بين صالية ان حف صالية ان حتى ده صالية ياب النشاء في بشيك الدن كيشا ان كرة قل رخوري الدنيا همية وحتى افي مروفيت كنت قبري دا اف مروف الرجانا كيم شهميت شتا كيم تري هفدا جارة سورة فاتحة خينتن وكاس جي تير نابتن كاس نابجت أبا منا قليبي أسبي وواسطم وهندي بخينتن هندي بخينت بو يخشترا قالك مروفة ما حتى إفاري دي بخواه سورة فاتحة خينن مش بو يخشا أبدا جي تير نابتن وقرآن همي يجي قرآن حافظ القرآن يتهين يعني السير رجادة قرآن يعني تختمتكن حافظ الرجادة السير رجادة بجاب زانا عمري وشيست حفتي صالي دي 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 وكيد بجن في قرآن بخينة جتير نابتن من بخوا هوا سيدا اكهبي اكي الصومالي اجازة يا دايمي يا قرآني اوي مروي بحسي بابي خط كرقو بابي مني شوي عمري وبنجي تشتك صالي قلت هندي ام بجن بابي خباب دي بچاكيتو وكيد بجن وسطاي وطبعا عالمي دينية وقرآن نشا خلكيدتن و وإجازة يا هايو نو إجازة وكي قرآن ما هما إجازة يعني احتمال بده قراءته
قلت اف مروفا كارو صنعتي و افا يعني يبتني باحتمال بهزارات مليونات عالم اسلامي دا بين جزيه قرانش روجت خينتن وان بين جاج بشافيت خينتن معنى روجه ده جزيه قران دبارت كتن عندك هاي روجه ده جزيات خينن روجه سي روجه قران ختمتكن اف مروفا بوتشي جي تيرنابن اگر اخفتنا مروفا بادا جي تيربن اخفتنا بابي با اخفتنا دايكاي با اخفتنا كا خشتويي كي با دا جي تير بجاره كي دواسيا بوتشي خلقش قران تيرنابن وهنديت خينن معنى هيك اخفتنا مروفا با دا مروف جي تير بتو كي مروفش اخفتنا مروفا تير بتن يعني افا ايكش معجزه قرانيه بو همي كسجي همي كسجي تجربينتن اذا جبر هندي قران اف قرانا في قبا متخينن افا اوا اوا خدي جل جلاله بو جبرائيل هنارتي صلوات خدي السربن جبرائيل بو بيغمبري ايناي و بيغمبري نشا امتي دا حتى في قبا في جهشتي ما ينفذست مدى جبر هندي قران همي بيغ وكلام خدي چو اخفتن تكلي قران نبينا نش حديث بيغمبري نا اخفتن الصحابيه نا غير الصحابيه وتابعيه عالم اكيد اخفتن خدي جرازي بش ابو الوفاء بن علي بن عقيل بيشتكيت بزاني كو قران نا اخفتن بيغمبري صلاه خدي سر مكي هندك بيجن ابو اخفتن اويه وانما ابو بيغمبري هاتي غوتني بيغمبري جيب مد بيجتن بيش برخب ده اسلوب قرآني و اسلوب پیغمبری صلوات خود سر من حدیثی تو ده فرقه که گلک مزند نابین آوان هر تو که دابینی اگر آخفتنت مروفا بن برخب ده آخفتنا ادیبه کی آخفتنا عالمه کی وقتی بیت گوتنه ده هنده آخفتنت حوالت خاشی کتی ده آن ید بری هنگی آنت آخفتنا ویش اولی حتی دو ماهی که گل اجارا تکرار دوبارت بتن و اخفتنا وی نفسی تشتی دوبارات بتن اویت القرآن نابینه قرآن هر سورته که سورت قرآن هنده کلمه تی دا چه سورت قرآن دانینه وره اینا اعطیناک الكوثر قرآن همیه وکه سحکی کلمت الكوثر ات قرآن دانه هاتا بس سورت الكوثر دایه هاتی او وجا پیوه هر یعنی او موضوعه که گلکی یه برفره ها هن هر سورته که الديف درجة هي صورتي والديف كرتا هي صورتي هند تشتيت هين في صورتي دهاتين خاره التشج هي القرآن نهاتنا بس هي صورتي دهاتين خاره كس نشتن في اسلوبي بين بجاء في عالمات بيشتن اسلوبي قرآن يعني اگر يوكي مروفا بعد قلع عرت وكي ويك وكي ايقبن الجهة كده بيشت اعجاز قرآن افايا كنتو نشي تنشي يعني هندك يعني اخفتني بيجي ولا اف اخفتني ياش فلان جيهاتي وارقرتني ان اف اخفتنا برينو كجياهي وكي شاعر اخفتنت ايكودو نقلتكن اديب اخفتنت ايكودو نقلتكن اويت شروكات بيجن اخفتنا نقلتكن سرهاتيا دي براخادي حتى ادبي كردي دا ادبي عربي وي انجليزي وي فرنسي وي فارسي دي براخادي هندا تشتيت يتوكئ كي تدا هين اما القران دا كسي نشيا تشتكي بكت القران دا انش قران بين الدري بكت يا خدا يا نقطه دي تري اش قران اويا كو كتاب رب العالمين او تنيا بيغا في سري عرديا درست او تشي كتاب نمانا كو امبيجيني كو افا اخفتنا خديا وكيا قراني اش غير قران زيد تري كو اويا يا ابو مهاتي ابسندك قالك يا مزبيط نبكي كتاب ديترينا كتاب ديتري يتهات نواجه كتاب دكا دا سحكين وان كتابا دي برا خدي فرقك قالك مزنا نابين دا حتى الدف خلكي يعني اف كتاب ديتري همي وك اكنين احتمال هندا طبعا نابين هندا طبعا دا يعني يلا فرقك مزنا هاي نابين هندا مدها قالك طبعا مزنا يعني تا جهورينت مظنيت كتيني حتى بجارك اكي بسرمان واكي نب بسرمان اي بسرمان قلت افتشتيت قران ده هاي يعني ابي تري بارنا كير قلت ورا دبشين سيكي ازبوتا يعني تكيش اف ايات يا هاي قلت او اياتات جد بيجي بس قران تبتني ده هاي ان جيت همي قران ده هاي همي قران مد بيجن يعني الدفوي همي قران وك اكنين
چونکو چک کتیب نین انطبع تو در کفن وک ایک اینا ویج گوتی پا مادم افه هزرات ابت ورا امی چین سیکه و امی چین جهه مکتبا و ام دی سحکینه تو سحکیه کش مکتبا تدوید کش طبعی تدوید کش قرآن تدوید تو اشارتی بدیه و بینه داری اگر مطابقی وی نبن اول دفمن و همیج ان مطابقی ایک نبن پاشی بجه اف قرآنانا افه نه قرآنه و فعلا گوتی ام چون چه مکتب آد چونه؟ اوه نه بسرمان. گوتم چونه مگم چی وی مکتبه دی کرم که اگم چونه مکتبه خدا نه مکتبه کبم وی قرآن بینه داره. او قرآن حجم مازن آن یه بچی که رنگ توی آویدی توی اینا داره سحکر نفس سی وی همی وک ایکن. معنا ول دف خلکی وصانینا چه کتاب نینن و طبع توی وقتی در کفن وک ایک بتله هند جهورینه تین. اما قرآن همیه وک ایکه. و چه گهرنجی نکتنه عالم اکی مازن محمد فرید وجدی نقلت که تشکیش که دائرت معارف لاروس و خلاصه و بیجتن بحثی کتابت باری کد بشت العلم العصری ولا سیما النقد الالمانی اثبت بعد ابحاث مستفیضا فی الاثار القدیمتی والتاریخی وعلم اللغاتی یعنی افان همیات کتن بشت علم ویگاوی و خاصتاً يعني نقد عالمة ألماني قالك بحث يتبرفره ما ظن السر يعني سحكرين كتابة كيفن والتاريخ وانا وعلم اللغات يعني لغتي فان فانشيا أو يعني أفت متخصص فان تشتادا قلت أفا بريرا بشت إن التوراة لم يكتبها موسى عليه السلام يعني أفانا همية هر إيكي الرخيخة يتاريخي يعلم آثارا ی علم اللغاتا یه مثلا یه دویگا وی هر ایکش جهه خواه یه پیوه چوی یا برای خدای گوتی تورات موسا پیغمبر نن ویسیا صلافت خود سر بن اوه ویگا وی هی پا اوه که نویسیا گوتی اوه شوله وان عالم دیف موسا پیغمبر دانه صلافت خود سر بن حتی بشتن لم یذکرو اسمهم وانا جنافت خانه نویسیا فلان یا نویسی بشت اوانا ایکل دیف ایکی یا نویسی اعتماد اون سر چیه؟ یعنی تشکیه اوه تن ویسی گوتی والا منا گلی بی به جوار اوه تا گلی بی که راسته که دروه که خلته که چوا گوته و منا گلی بی افتشتجی کنگی بعد اسری بابل یعنی قبل اسری بابل بری نبوخذ نصر جهیش بابل یعنی قدسی اینان و اینان بابل و اخسیر کرن 7000 يعني مشهور بقصتك يعني ملكة بي و افتش تفسير جهية إيناي قلت أفهمي قبل أسري بابل أفهمي بري فيجي إيك بيشن والله بابش تنجا أبي ملكي نهيلا نبو خذ نصري نهيلا شو كتابت وانا مضاد كل نفسن ما نجيش إيكو دون أقلكن قلت أفهمي اعتماد يا دايسر قلي بيني بري أف مصيبتا جبت سري طبعا مصيبتا وان يا نبو خذ نصري وقت شوي و هیکل وان خراب کری و جهی ایناین اخسیر کرین ایناین عراقی بش بل ذهب بعض العلماء الى ان هذه الاسفار الخمسه يعني هند علماء دتري ابي ليجر هاين وسحكريني قلت اف بنجا ليس فيها كل الروايات الاسرائيليه او الروايات الاسرائيليه تضا اكش فانات دانينا لكنها تحتوي على اشارات ورموز وحكايات بس عند اشارات التيدا تك رمز يعني ايش يعني هر وقت بيجي افاجي شوان تشتانا يعني اما درستاهي نينا بري اف مصيبه تبسر الجيابت وبشتي ويجي اما قران اقرا مسحكي قراني كتاب خدي يبتنيا ويا ثابته از نسبته وي كو ام بيجن افا یا اجداف بو پیغمبری اینا صلوات خود سرم پیغمبری جی صلوات خود سر بن یادای خلکی و یا نشا صحابیت خدای تابعیت و صحابی نشا تابعی یادای حتی گهشتی ما و پیغمبری صلوات خود سر بن اف قرآن سورت تویو اب آیات تویو اب حرکات تویو اب ترتیبا وی سورت البقرة يعني سورة فاتحة وبقرة وآل عمران والنساء وحتى دمائك أف ترتيبها وكذا شو أخوينيجي خوندناوي
یا نقل کری تماما هر دست یعنی اویا بو صحابیا گوتی و صحابیا بو تابعیا گوتی و حتی وگا وگهشتی ما کچش شک تیدانین او او قرآن او اکو رب العالمینی بو پیغمبری هنارتی صلاوت خود سرم پریکا جبرائیلی و جلک یعنی دیفچون جیت لی هاتین حتی به جرک امام عمر خود جرازی بود وقتی قرآن وقتی ابو بکر دا جمع کری گوتی کدام یعنی او رأی کد گوت سر کلمه که و لجنان ویسینه رأی کدی ترد گوت گوتی امی چکین گوتی ام دی خواه گیرین بلا حجی بین یت عراقی و یت شامی و یت مصری و یت یمنی او همی یعنی صحابی الواندراج کن بین بلا حجیت و ناجی بین ده این حجی ام دی بجنی کهین وی کلمه چوات خوینین یا خواه گیرتی سروی کلمه بس خلاف سروی کلمه بتنه هاتن گوتی ام وی کلمه هو صدقینین هم میا پیگ و متفق بین سر وکی رأی امام عمر بی خود جراز بید بجب وی چندی ام چین یعنی بیجین کتابا ایکیه کو ام چین بیجین کتابا رب العالمینی یا تنی یا سری عردیش غیری قرآن زیده تری نما اوید تری همی تحریف و گهورین کتینی و ام دی وکی بیجین گلک دلیل آجی میت اینانو گل دلیل دیتریشت اینن اف کتاب دیتری امید بیش بوشید بیش فان کتاب دیتری نخوینن بوشید بیش نخوینن چون کی گله تشتید مخالفی ایمان رب العالمینی و اخلاقیات رب العالمینی نشابه شریدن گله تشتید فانایت دیده اب بیش اندام هاتین دو ماهی که وی خلاکی و حتی خلاکی که دی رب العالمین گل مهمیابتن والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.